Won't feel the love, will feel the love, Jazakum Allah Khairan, Sayyidi Ahmed. Um, so, inshallah, now we'll have the class, and Alhamdulillah, Sheikh is here with us. Uh, and uh, after this class, there's going to be a, a TA session, and that's going to be in a separate Zoom link. So, I'll include, I'll post that link in our WhatsApp group. And uh, we have three TA sessions uh, organized, and these sessions are for any extra help that a student may need. Uh, uh, in any of the texts that we're setting with Sheikh, uh, or if they want to uh, discuss some masal before discussing with Sheikh, uh, you know, uh, the, the three TAs we have, they're excellent. Uh, so, alhamdulillah, you know, with Sheikh's approval, uh, we have these se sessions set up. And uh, inshallah, without any further delay, uh, Sheikh salamunas, Allah um, Inshallah, tafadul, Sayyidi. نحن لا نسمع سيدي، دكتور أمين، نسمع. للآن تسمع؟ نسمع يا سيدي، نعم. فاتحة إلى شرف حضرة سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وسيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومتبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سنبدا ان شاء الله بالكتاب الاول آه وصل ذكرنا فرائض وسنن الوضوء الان نذكر النواقض بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في كنز الدقائق وينقضه خروج نجاس منه وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء لا بلغما لانه البلغم بيكون متجمع فلا تتخلله النجاسه، او دما غلب عليه البصاق هذا ايضا من النواقد والسبب يجمع متفرقه، يعني على قول محمد رجحه انه يجمع السبب مو المجلس مو العبره بالمجلس لانه ابو يوسف رايه بالمجلس لكن محمد رايه بالسبب. ونوم مضجع ومتورك يعني هذه هيئات هيئات المضجع مو هيئه من هيئات الصلاه، المتورك من هيئات الصلاه، اي شيء بيكون من هيئة الصلاه المسنونه عند في الفقه الحنفي تكون غير ناقضه، لكن هذه بما انه يغلب على العقل هو النوم غير ناقض لكن ما يجري خلاله لعدم الوعي بيكون ناقض، وذكر فواقد الوعي الاخرى واغماء وجنون وسكر. هذول وبعدين اختص الحنفي بقوله: وقهقهة مصل بالغ هذه ناقض الوضوء إذا كان غلاء خلال صلاة، طبعا خرجت صلاة الجنازة وخرج معنا الصبي، ومباشرة فاحشة لا خروج دودة من جرح طبعا اذا خرجت من معها مح محل المذكور بتكون ناقض الوضوء ومس ذكر هي رح نواقض بغير مذهب الحنفي خروج ودودة من جرح ومس ذكر وامرأة هذه هي النواقض وضوء نقف عندها عند فروض الغسل اذا في اي سؤال ان شاء الله بنحاول نجيبه في في اسئله ماضيه عن سيره ابن هشام انه قال ابن هشام انه حذف اشياء بعضها يشنع الحديث به وبعضه يسوء بعض الناس ذكره فما المراد بهذا؟ المراد به انه في في انا اطلعت على قصص لقريش قد تكون يعني ليست حسنة وهي لا علاقة لها بالسيرة مباشرة بعض يسوء الناس ذكروا لأنه كانوا في ناس أجداد هم الذين فعلوا ذلك فلذلك حذفها ابن هشام وقيل إن ابن هشام حذف ذكر اشتراك سيدنا العباس مع الكفار في غزوة بدر مثلا وأنه حذفه خوفا من العباسين، هكذا ذكر بعض المستشرقين، هذا مما أراد ابن هشام بهذا الكلام، لا المقصود هو أعم من ذلك. نعم، هو ذكر سيدنا العباس ضمن الأسرة أظن فيما يعلق بذهني، فهو ليس من صنعه لكن من صنع ابن اسحاق، إذا كان صح هذا الصنع، هل يعتقد عرب الجاهلية أن آدم عليه السلام أبو البشر؟ نعم، آآ آآ هذه هي العقيدة نحن ما بهمنا عرب الجاهلية ولا أعرف ماذا كانوا يعتقدون لكن الأنبياء كلهم مطلقون على ذلك وهذا كلام حضر سيدنا النبي الصادق المصدوق إذا لا يوجد أي سؤال من نقرأ بالسيرة إن شاء الله بالكتاب الثاني سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام قال ابن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق المطلب قال ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام اثني عشر رجلا نابتا وكان اكبرهم وقيذر طبعا هو ابن هشام بيقول انه نابت هو من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم غيره بيذكر قيذر او قيذر واذبل ومن ومبشى ومسمعا وماشي ودم واذر وطيما ويطور ونبش وقيزما وامهم رعلة بنت مضاد من عمرو الجرهمي جرهم هي احدى قبائل العرب البائده العرب يقسمون الى ثلاثه اقسام عرب بائده وعرب عاربه وعرب مستعربه العرب المستعربه هم ذريه سيدنا اسماعيل والعرب العاربه هم اليمانيون وعلى راي معظم العلماء هن من طرفين مختلفين في من يقول انه كلهم ينسب الى سيدنا اسماعيل والامام بخاري بواب باب نسبه العرب اليمن الى اسماعيل وجاب حديث المشكله انه هذا الحديث ذكر قبيله مختلفه هل هي يمانيه او مضريه وهذا يدل على شيء يدل على انه هذه القبيله مضريه لا 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 يحدد المطلوب، ما يحدد المطلوب اكثر في نظري هو أن السيده عائشه نذرت ان تعتق ولد من ذرية سيدنا إسماعيل فلما أتاها سبي من اليمن أراد أن تعتق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتقي فلما أتاها عبد من بني تميم قال أعتقيه ويقال مضاد وجرهم ابن قحطان وقحطان أبو اليمن كلها العرب البائدة في قبائل مذكورة في القرآن منهم عاد وثمود وهؤلاء عرب كلهم وتصم وجديس وعمليق فهذه قبائل لم تذكر في القرآن وآخرهم كان جُرهم وهذه بادت جُرهم نعم العرب العرب هم اليمن وأعيانهم كانوا في, في الإسلام هم الأوس والخزرج الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومضر وأعيانهم في أو, أو قبيل زرية سيدنا عد ذريه عدنان ورأسهم مضر ومشهور يعني قريش وتميم من مضر وفي ربيعة كانت أقل من مضر بكثير وفي خلاف سيأتي هنا الخلاف في وجود ثالث لهم أو رابع وقحطان أبو اليمن كلها ولا يجتمع نسبه ابن عابر يعني هنا ذكر نسب قحطان على ما رأي يراه ابن هشام طبعا في خلاف طويل عريض ابن عابر بن شالخ بن إرفخ شز ابن سام ابن نوقل ابن إسحاق جرها جرهم ابن يقطن ابن عبير ابن شالخ يعني اختلف ابن هشام مع ابن إسحاق ويقطن هو قحطان ابن عبير ابن شالخ قال قال ابن اسحاق وكان عمر اسماعيل فيما يذكر 100 سنه وثلاثين سنه ثم مات رحمه الله وبركاته عليه ودفن في الحجر مع ام هاجر رحمه الله تعالى هي معلومه يعني انه كان قبر سي... لذلك وقال له حجر سيدنا اسماعيل لانه هو مدفون هناك هو وامه في بعض الروايات ما حققت انا انه بين الركن والمقام يوجد قبر سبعين نبي لأنه معظم هؤلاء الأنبياء الذين قص علينا القرآن قصصهم كانوا إذا هلك قومهم أتوا مكة فماتوا فيها قال ابن هشام تقول عرب هاجر وآجر فيبدلون الألف من الهاء كما قالوا هراق الماء وأراق الماء وغيره وهاجر من أهل مصر يعني هذه لم تكن زوجة لسيدنا إبراهيم كانت أما كان يطأه بملك اليمين وأتى منها سيدنا إسماعيل فهون بيّن قضية لغوية لعله يلي, يلي بيحب يتوسع أكثر في, في الروض الأنف للسهيل يذكر اللغويات في ذلك يعني أنه أبدال الهمزة هاء أو الهاء همزة وضرب عليها مثال ابن هشام قال ابن هشام هذا رايه حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعه عن عن مولى عفره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر مولى عفره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في اهل الذمه اهل المدرة السوداء السحم الجيعات فان لهم نسبا وصهرا قال عمر مولى مولى غفره هون ضابطها بالضم أنا عالق بذهني أنه بالفتح نسبهم أن أم إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وصهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرر فيهم سيدة ماريا قال ابن لهيعة أم إسماعيل هاجر من من أم العرب قرية كانت أمام الفرما من مصر وأم إبراهيم ماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها له مقوقس من حفل من كورة أنصنا قال ابن اسحاق حدثني محمد مسلم بن عبيد الله بن الشهاب الزهري هذا اسم الزهري اللي بيحب يستفيده ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري ثم السلمي لا مو السلمي مو بالضم السلمي نسبه لقبيله بني سليم هي قبيله بطن من الانصار يقال لهم بنو سلمه بالكسر بس بيقولوا بالنسبه للفتح لا مو سلمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فقلت لمحمد مسلم الزهري ما الرحم التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال كانت هاجر أم إسماعيل منهم قال ابن هشام فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان كما قلت بعض بن قحطان إلى سيدنا إسماعيل وبعض أهل اليمن يقولون يقول جاب المقول قحطان من ولد إسماعيل هذا راي الامام البخاري اظن ويقول اسماعيل ابو العرب كلها قال ابن اسحاق عاد بن عوص بن ارم بن سام بن, بن نوح ثمود وجديس ابن عاب بن ارم بن سام بن نوح تصمو عملاق واميم بنو لاوز ابن سام ابن نوح عرب كلهم هذول هدو يعني نماذج او قبائل عن العرب البائده فولد نابت بن اسماعيل يشجب بن نابت فولد يشجب يعرب بن يشجب فولد يعرب تيرح بن يعرب فولد تيرح ناحور بن تيرح فولد ناحور مقوم بن ناحور فولد مقوم أدد بن مقوم فولد أدد عدنان أدد قال الشام قالوا عدنان بن قال ابن اسحاق فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهم عليهما السلام، نحن هلا بمعرفتنا ما بنعرف الا نصل لعد عدنان وهكذا انتسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كذب كذب النسابون. فولد عدنان رجلين معد بن عدنان وعك بن عدنان بن عدنان قال ابن هشام فصارت عك في دار اليمن وذلك ان عكا تزوج في الاشعريين فاقام فيهم. أشعريين هذول اليمانيين آه قبيله سيدنا موسى الاشعري فاقام فصارت الدار واللغه واحده والاشعريون هو بنو اشعر بن نبت بن ادد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يجد بن زيد بن كهلام بن سبا بن يجد بن يعرب بن قحطان يعني هون لما تقول انه قحطان ليس من ولد اسماعيل بيكون هي الواقع انساب طويله جدا بينما انساب المضور المضريين حتى عندما يوصلهم الى سيدنا اسماعيل بتكون قصيره نسبيا وفي من قال إنه قحط إسماعيل وأبو العرب كلهم بيقول بين إسماعيل وعدنان ثلاثون أبا أو أربعون أبا لا يعرفون نسيت ويقال اشعر نبت نبت بن ادد ويقال اشعر بن مالك ومالك مزحج بن ادد بن ميسع مزحج هي قبيله كبيره في اليمن تتفرع عنها قبائل هنا في قول ضعيف انه اشعر ايضا فرع من مزحج ويقال اشعر بن سبأ بن يشجب كمان هني جاب قول اخر قول ضعيف ضعفه ابن هشام بانها سبع من سبأ وانشدني ابو محرز خلف الاحمر هذا راويه شعر وابو عبيده هذا عالم باللغه لعباس بن مرداس هذا صحابي احد بني سليم من منصور بن عكرم ابن عكرمه بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر بن زار بن عدان ليفخروا بعك وَعَقَبَ بن الذين تلقبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد يعني غسان هي كما نعرف نحن هي كان جزء من العرب يقيمون في الشام وكان الروم قد جعلوهم كدريئة لهم وهم فرع من من المهاجرين والانصار المهاجرين عفوا الاوس والخزرج من الانصار في قرابه بينه وبين غسان وسياتي هذا هذا المعنى وهذا البيت في قصيده له غسان ماء بسد مارب اليمن كان شربا لولد مازن بن الأسد للغوث يعني هون كل آه ما بدي هاي القاعده منجيبها من جيب عندي الأسد أو الأسد شايف كيف بينما بمضار بيكون بتحريك السين فسموا به ويقال غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفه والذين شربوا منه فسموا به قبائل من ولد مازن الاسد بن الغوس بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن بن يعرب بن قحطان قال حسان بن ثابت الانصاري في قرابه بينه وبين غسان والانصار بن الاوس والخزرج بن حارث بن بن عمرو بن عامر بن حارس بن امرئ القيس بن بن, 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 بن مازن الاسد بن الغوث اما سالت فان معشر نجب الاسد نسبت نسبتنا والماء غسان وهذا البيت في ابيات الله. فقالت اليمن وبعض عك وهم الذين بخراسان منهم عك بن عدنان بن عبد الله بن الاسد بن الخوس يعني كمان غيروا نسبه هو يعتقد ابن هشام انه هو اساسه ابن عدنان الذي هو احد كبار اجداد النبي صلى الله عليه وسلم يقال عدنان بن ديث ابن عبد الله من الاسد من الاوس قال ابن اسحاق فولد معد بن عدنان اربعه نفر نزار بن معد وقضاعه بن ابن معد وكان قضاعه بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون هي قبيله قضاعه من القبائل التي اختلف هل هي يمانيه ام عدنانيه وقنص بن معد واياد بن معد فاما قضاعه فتيامنت الى حمير بن سبا يعني هون قال انه أصلا هي عدنانيه ثم تيامنت وكان اسمه سبع عبد شمس وانما سمي سبع لانه اول من سبا في العرب ليجلب بن عرب قحطان فقالت اليمن وقضاع قضاع بن مالك بن حمير كمان لأولو نسب وقال عمرو بن مره الجهني والجهين بن زيد بن ليس بن اسلم لإلحاف نحن بن قضاعه نحن بن الشيخ الهجان الازهري قضاعه بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر قضاعة تتفرع لقبائل كثيرة من أشهر الصحابي سيدنا زيد بن حارثة قال ابن إسحاق وأما قدس بن بعد فهل معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد وكان منهم نعمان بن من الْمَلِكُ ملك الحيرة هذا من الآراء قال ابن إسحاق حدثني محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب طبعا هو في اختصر النسب وهو عبيد الله بن عبد الله من شهاب الزهري ان النعمان المزير كان ولد قنص بن معد قال ابن هشام يقال قنص قال ابن اسحاق كما ترون هنا هذه الاسماء ضبطها و و... 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 ومعرفتها عسيرة جدا ومختلف بين العلماء قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن شيخة من الأنصار من بني زريق أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسيف النعمان بن دعا جبير بن مطعم بن, عدي بن نوفل بن عبد المناف بن وكان جبير من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة وكان يقول إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أبو بكر صديق أنسب العربي فسل... فسلخ... فسلحه إياه ثم قال ممن كان يا جبير النعمان نذر قال كان اشلائي قناص بن معد قال ابن اسحاق فمسائر العرب فيزعمون انه كان رجل فيزعمون انه كان رجلا من لخم يعني في خلاف بنسب النعمان بن من ولد ربيعه بن نصر فالله اعلم اي ذلك كان قال ابن هشام لخم بن عدي بن الحارث بن مره بن أدد بن زيد بن هميسع بن بن عريب بن يشلو بن زيد بن كهلان بن سبأ ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارس بن عمرو بن عامر وكان تخلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن نقف هنا صار عنوان جديد عندي فحتى